السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر تترقب موافقة صندوق النقد على قرض ب3 مليارات دولار خلال ساعات. ومن المقرر أن يناقش الصندوق في اجتماع مجلس الصندوق التنفيذي القرض الذي طلبته مصر بعدما تم الاتفاق مبدئيا على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى 1 مليار دولار آخر من مؤسسة تابعة للصندوق و5 مليارات دولار من شركاء دوليين وإقليميين. وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي توقع في مقابلة مع شبكة CNBC العربية أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تقديم قرض لمصر. وقال أزعور أن الصدمات الخارجية تطلبت وجود إجراءات لحماية الاقتصاد منه تغيير بيئة السياسة النقدية لتكون أكثر مرونة، مع ضرورة مواصلة العمل على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية في مصر. وكان محمد معيط وزير المالية قال الأسبوع الماضي أنه يأمل حصول مصر أول شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري عقب موافقة صندوق النقد الدولي في اجتماعه غدا. فيما قال أحمد جاكوك نائب وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة أن مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية قبل نهاية شهر يونيو القادم ضمن حزمة التمويلات المبرمة مع الصندوق. وحدد جاكوك هذه التمويلات من 3 مؤسسات تمويل دولية، وهي 1 مليار دولار من صندوق النقد و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية التحتية وأكثر من 200 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي. ومؤكدا أن باقي الحزمة التمويلية ستأتي من طرح سندات وصكوك في الأسواق الدولية. بفضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليصله كل جديد في ميعاده. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.